سائل يسأل: أعمل سائق أحمل في الش... أعمل سائق وأحمل شحنات من الخمر، والآن استقمت، فنصحوني الأخوان بترك العمل والوظيفة إلى غيرها، وأنا أعيل أسرة كبيرة. نعم، لا يجوز لك هذا. لعن صلى الله عليه وسلم الخمر وحاملها والمحمولة إليه، تكون ملعون إذا حملتها، تكون ملعون، تجنبها واطلب الرزق في غيرها. نعم.